حتى الله نوصلوا الرساله ديالك والصوت ديالك، ونتمنوا باذن الله نوصلوا الرساله ديالك والصوت ديالك، ونتمنوا باذن الله يتعاونوا معك المحسنين. اذا السلام عليكم متابعي قناه شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينه الدار البيضاء. شحال عندك سنه مهمتي؟ 53. تبارك الله. معنا هذا الام اللي عندها 53 سنه، الحاجه اليوم عندها واحد الابن ديالها اللي كل ما هو كيكبر وهو كتزيد الصعوبه ديالو، عنده مرض التوحد، كيعاني من مرض التوحد. هذه الام هذه فهي الولد ديالها اللي ولا عنده 17 سنه يوميا كيضربها، كيعضها، كيمشي للضو، كيمشي للحوايج الخطيره. الغريب في الامر انه كيقرا في واحد المؤسسه، اليوم هذيك المؤسسه منعاتش عليهم الدراسه بسبب انها ما تلقاتش الدعم من الدوله. فكنتمنوا ان شاء الله الرساله هذه الام توصل. الوالده قول لنا انت مباشره قناه شوف تيفي، عاودي لنا المعاناه ديالك مع الوليد ديالك. اولا المعاناه. السلام عليكم. ولدي محني بزاف، يعني ما بقاش عندما الحق 17 عام محني، ما كنت مدخل على المدرسه بعدا كان كنجيبو كيضل بعدا هنايا كما كان كينفس عليا. دابا مني ولا الحبس هنا اليوم وين نجيبو؟ قال لك عندك، قال لك اللي عندك 40000 جيبي ما عندكش بلا ما تجي عندنا تسجلي. واخا عاودي لي المعاناه ديالك. المعاناه ديالي صعيبه مع ولدي، ولدي ولا كيضربني ولا كيعض ولا كيهرس التلفاز، التلفاز اللي عندي هرسها، المعاناه اللي رقاهم يضربهم يهرسهم، دوك اللي ديال الضو يحيدهم، اي حاجه خايفه تتابعها هو. ما كناكل ما كنشرب ما كنخرج، ديري لي سلسله ملي كنبغي نفسي ديري سلسله في يديا. راك دابا نجيب كل جبت الوا خاصني تجيبو معايا. اليوم مرت ولدي ما بغاش تجي معايا، قالت لك راني رجلي ما نجيبك، ما قالتش نجيبو معاك. الاخر الدري ما كاينش خدام ضيع القلب على راسو، بات اللي مجوجاه ما كاينش يجيبو معايا، باه خارج ما كاينش يجيبو، باه ما عندوش صحاش كيبيع الخبز كارم ما عندوش. الله اللي مطالع به كيلقط هو فاش يعيش باش يعيشو. وانا ما عمرني الدري خلصت عليه، انا كيخلصوا عليه الله اعلم شكون كيخلص عليه. اليوم قال لك خلص عليه 40000 ريال، هضر معايا ولدي من غنجيبها ليه؟ ما عنديش من نجيب ليه، من جيتوك ما تسجليش ولدك، ما تبقى تدخليش ولدك عندنا انا، كي غندي ولدي فغندي، هو اللي يضربني، ولا يضرب راسه، ولا يعض يدي، لا خرجت نديري سلسله تخرج معايا مرض ولدي، مش خرج معايا ولدي على الخلا، حد بعد واحد بس يقول هذا هو الرحيم ندير خرجوا يدور شويه تما، ما نقدرش ندخله وسط من ده. التوحد صعيب يا ولدي، التوحد صعيب، اللي قال لك التوحد، هذا الشيء راه كاين فيه التوحد وكاين التاخر. ولدي انا عنده التوحد. عنده الدرجه الثالثه، عنده الاخر ديال التوحد، يعني صعيب الحال عليا. واخا كي كان فاش كان صغير كان عادي ولا كان عادي؟ لحقت 3 سنين صافي رجع كلشي، مشى كلشي، الهضره مشات كلشي، صافي رجع دابا ليكوش رجع كلشي. محينا ولدي ما نكذبش عليك، محنا مع وليدي، كنطلب من الله تبارك وتعالى ومن شي جمعيه ولا شي داك تعاون معايا وليدي نقري، ما نخليهش في الدار. واخا اذا العام نفس عليا غير ديك السيمانه والسبت الحد راني نضل معانيه معاه. هذيك السبت الحد ملي كيقعد كنعاني معاه، كنضل ما كان طيب ما كان طالبه شي جمعيه يعاونوني باش ندخلوا عند مدرسه قريبه ليا. هذه المدرسه قريبه ليا، هذا ما كيهضرش باش كيقرا، هو ولدي راه كيعاك الترويض، عاك يشدو الترويض وصافي، راه ماشي شي قوي ولدي كيهضر ولا كيعرف، يعني كينفس شوي كيهرس ذاك الروتين ديالو. كيضربك؟ كيضربني ولدي الروح الحنك وشي تحشيم، كله عاضني كله عاضني، حيت ضروري غنشد ولدي، غيعضني غنشدو، غيقرصني غنشدو، غيضربني غنشدو، كتجيني هاد الهيستيريا ساعتين اللي شاداه، عاد كنطلعو منه انا ومرت خو ونبلوكو وحالتنا مي حاله، عاد كيبرد شويه. وليدك والحمد لله وليدي، اللهم لك الحمد، الحمد لله، اللهم لك الحمد. نطلبوا الله تبارك وتعالى من جلالة الملك تو يشوف من حالنا، ومن شي جمعية تكفل بوليدي وتتخلص لي عليه. راه ولدي شي 9 سنين 10 سنين هو في المدرسة، عمرني ما خلصت عليه، لا كون عندي كون خلصت على ولدي. الله يجازيك بخير وليدي، إن شاء الله يكون الخير. اللي بغى يتعاون مع السيدة اللي عندها الابن ديالو عنده 17 سنة مريض مرض التوحد، محتاجة المساعدة من شي جمعية 07 08 15 68 87، هذا هو رقم المساعدة. شكرا لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.